كنت متجه للمطار وانت خارج من المنزل تفاجأت بقدوم ضيف عزيز عليك لم تراه من سنين، كيف حتتصرف؟ خلونا وياكم نتابع الإجابات. نرجع مع الضيف ولا خلاص الرحلة متوجدة في المملكة. طبعا رحلة دولية صعبة تعوض. ما أروح أنا دولة برا أبدا، لا كلها في داخل البلد كلها داخلية. طيب برضو الحجوزات صعبة. والله أنا ما أروح بالنسبة لأروح برا أكذب عليك أقول لك أروح ما لا ما يمدينا أكذب يا شباب. استقبل الضيف. طب عندك رحلة دولية أكنسلها مهمة مهمة أستاذن منها. أوفا وين الكرم العربي؟ وين المفاطيح والقهوة والشاهي والقجوع؟ أستاذن منها بأسلوب وعلمه بالسالفة كلها. أنا بقولكم السالفة من أولها إلى آخرها. الرجال من زمان ما شافك. والله هذه رحلة عاد مهمة والضيف أهم منها. وش أسوي؟ حاول استقبل الضيف. استقبل الضيف. جواب نهائي. نهائي. نعم. استقبل. لكل حادثة الحديث. نعم. الغد يأتي بمشاكله ومهامه، فلا تضف إليه مشاكل اليوم ومهامه. يعني بعض الناس يقول بكرة زين يجي مشاكل، فلا تخلي عليه مشاكل اليوم. استقبل الضيف. خلي الرحلة. نعم. عادي. الضيف إذا هو عزيز أهم من الرحلة. قوتك تجبني والله ترفع مقامي، فلوتك جاهي فداك التاج والمال. قال لي انت الخوي ولازم تخاوي يا رفيق دائما يطرى على بالي. قوتك تجبني والله ترفع مقامي، فلوتك جاهي فداك التاج والمال. رحلة دولية صعب تعوض، وحتى لو سنة لو ستة شهور بحاول المرة الثانية. ضيف ما بتحاول. أهم شيء الضيف. أهم شيء. الله يحييكم، أنتم ضيوف علينا بقبيلتنا، ولكن اعذرونا على القصور. قصور؟ أي قصور؟ كلها خيمة نص عمود ما أدري عمود. معليش يا طويل العمر، هذا خربوش يحب يتمسخر، يحب المزح. أتقصد الضيف وأروح على المطار، إذا كان الضيف قريب ومني وناسيني أنا، في حاجات أتصل بلدي وأقول الضيف جاكم وأنا أسافر بعيد. إي بس يا عم قلت الضيف الرحلة بتروح عليك. هذه مشكلة. أيها الشاكي إن أشكل عليك أمر فسل، فلكل مشكلة عندي حل. لا بالله روح لرحلتي. والضيف؟ الضيف خليه يقعد في البيت ويستقبلون عيالي. بس بيجي بخاطره. عادي خاطر اليوم كل بيجي بخاطره. عادي عادي. الضيف اللي فاهم ما 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 جاي في خاطره مثل اللي إذا كان توت لي رحلة ولا لي لزوم ولا لي مريض ولا. بيقدر الضيف. بقدر طبعا الضيف يقدر. الحمد لله كلها والله أجلها ايوه خليها يوم ثاني يعني. برحلة دولية لا صعبة تتأجل. اطلع مع ذاك ملحق نلحق عليه بعدين. لا لا متابعنا عندي مشوار كذا خفيف وراجع. لا 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 شوي بس شوي بس بتابعك اطلع معه نجيب ده. خلي الضيف شو نسوي طيب انا شغل هذا شو نسوي ولا تاخذه معك. لا ما ناخذ معي خلاص يقعد نرجع حطه بالانتظار. كيف حتصرف؟ والله على حسب الظروف الرحله اللي انا رايح لها، اذا كانت ضروريه جدا استقبلها واودع في نفس الوقت. اوفا شلون بعدين يا ابو احمد؟ احنا رجالين نبيك تدبرنا. اذا كانت رحله كيف تستقبل وتودع؟ استقبله وجه اكلم احد الاخوان يقوم بالواجب. اذا كانت الرحله ضروريه، اذا كانت ضروريه اجل الرحله لوقت ثاني ان شاء الله. الرجال جاي عشانك. عشان يعد هذه خلاص. ما شافك من سنين. تأجل الرحلة يومين إن شاء الله ما تفرق. ما لقينا حد. وتتصل من أمس ولا قد حاجة الحين. ها أنا اتصلت عليهم من الصباح ويردون علي هذول يقولون جميع الموظفين مشغولون الآن. فضلا انتظر شوي وأنا انتظرت شوي وشربت الشاهي شوي واتصلت ثاني مرة وأنا يوم اتصلت ثاني مرة قالوا انتظر شوي بعد عندنا ركاب ثانيين. تأجل إن شاء الله ما عليه. إن شاء الله تأجل. جل اليومين خلاص خليها بعدين على قول المثل ما دام الوقت فيه ساعة خلي حملك عليه. والله في الأجواء دي كان عزيز علي أقنصر الرحلة وأروح ضيفي على حسب وش أسوي. ضيفي ما أقدر أروع عليه وأخليه أقول مع السلامة ما يحصل هذا. الرجال يعرفون مواقفهم بدينهم بأخلاقهم هذه الرجولة هذه. طيب شلون الرحلة؟ الرحلة هي عوضني الله فيها وش اسوي؟ رحلة دولية صعبة تعوض.
يا رجال ما علي منها، خلف علي الله، انا جاي ضيفيه شيء ضيفيه احسن لي من كل شيء. كني ذبحت بعير، ما هي خروف ولا كبش ولا شيء. يا هلا من جانا، الله يحييك. يا هلا بك من ممشاك اليمن الفاك، الله يسلمك يا شيخ جراح. ابرك الساعات، يا هلا والله بالضيف.